تصريح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم بأن بلاده لن تدخل في حرب قبل أو لن تدخل في أي تدخل عسكري قبل إعلان نتائج تحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، هل يمكن أن نعتبر ذلك تراجعا فرنسيا؟ هل شكل جماعات الضغط في فرنسا عنصر مهم في التراجع الفرنسي؟ طبعا اول شيء انه تراجع بريطانيا اثر كثيرا في الفرنسيين، باعتبار انه فرنسا اصلا كانت ضد الحرب سنه 2003، وجاك شيراك كان بطلا، وحتى الاعلام الفرنسي فضح امريكا سنه 2003 وهاجمها، باعتبار انه امريكا تمارس في الثعلبه لا اكثر ولا اقل، لانه اي تدخل عسكري يجب ان يمر عبر الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده عبر مجلس الامن. لما بلد يعتدي على دوله خارج هذه المنظومه هي ثعلبه، هو عدوان، هو جبروت، هو قوه عضلات. إذا الفرنسيين أصلا في 2003 تصدوا بشدة إلى عدوان أمريكا، لكن أقول لك ماذا حدث في فرنسا بماني في جنيف وبجنب فرنسا. ما حدث أنه جاك شيراك يعني لم يستطع أن يعمل عقود مع الدول الخليجية، ما اشتراش منه طائرات، فإذا الاقتصاد الفرنسي خسر كثيرا لأن فرنسا التزمت بالقيم والمبادئ. هذه المرة كسروا اللعبة وقالوا سنقبض الثمن، وقبضوا الثمن، وهذا ما لا يعرفه ربما أغرب المشاهدين. السعودية قامت بإجراء عقد عسكري مع فرنسا لأول مرة ب 5 مليار يورو لإصلاح 5 فرقاطات سعودية، 5 بواخر عسكرية سعودية. إذا فرنسا قبضت الثمن الاقتصادي ضد مبادئها، ضد أخلاقها، لكن إحقاق لحق الصحافة الفرنسية قوية جدا، الإنسانيين والمعادين للحروب أيضا أقوياء جدا، سواء ديغولين أو في الحزب الاشتراكي فشنوا عليه هجمة كبيرة، وفعلا وجد نفسه تقريبا وحيدا ويتراجع أمام هذا الضغط الشعبي والنقابي والعمالي، لأن النقابات قوية جدا أيضا في فرنسا. نعم. للأسف الحزب الاشتراكي الفرنسي دائما أو قياداته موالية أكثر لإسرائيل وخاصة لوران فابيس. نعم. شيخ الدكتور محمد علوي أستاذ الشريعة والقانون في الأزهر. علوي أمين مش محمد. اهلا علوي على طول، ما فيش محمد ان شاء الله. عفوا، شكرا لك على التوضيح استاذ علوي. شاهدنا ضغط في الولايات المتحدة من قبل الشعب الأمريكي باتجاه أو للدفع باتجاه التراجع عن توجيه أي عدوان أمريكي على سوريا. فرنسا الآن أيضا تتراجع ربما تحت ضغط شعبي أيضا ومؤسسات المجتمع المدني. ماذا عن الشعوب العربية؟ هل ترى بأن ردود فعل الشعوب العربية قوية باتجاه أيضا رفض أي عدوان أمريكي على سوريا، خصوصا وأن بعض الدول العربية داعمة لهذا العدوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. آفتنا التي نعيش فيها أننا لا نعرف الحق إلا بعد فوات الأوان. نعم. القضية ليست قضية ضرب سوريا وحدها، قضية ضرب المنطقة العربية كاملة وبلا استثناء. فإذا ضربت سوريا، تخيلي مثلا منذ زمن ليس بالبعيد ضربت العراق، وقبلها أفغانستان، ثم ليبيا، وجاء الآن الدور على سوريا. سوريا لو أن الثوار هم الذين يحاربون لقلنا لهم نعم، ولكن تنظيمات التي تضرب في الإسلام باسم الإسلام، نعم، الجهادية والكذا وكذا وكذا، اللي تحمل السلاح الآن ليس الشعب السوري، هناك 90 جنسية. ورغم هذا تشعرين أن الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة أوباما هذا الضغط الكبير عليه لن يثنيه. يعني كثير من الناس يقولون أنه لن يضرب، لا، أنا أقول أنه يتحجج بأي حجة، كما قيل عن صدام حسين الشهيد الذي قتل يوم العيد، قيل عنه أنه عنده أسلحة دمار شامل أو عنده أسلحة نووية، والآن الحجة أن هناك أسلحة كيماوية. نعم. ويقف وزير خارجية أمريكا يقول نحن متأكدون، كما كان قبلا يقول نحن متأكدون يوم أن كان العراق ليس فيه أي سلاح نووي. نعم، ولكن سماحة الشيخ يعني بالتأكيد ولكن عندما نركز على لكن هنا الشعوب العربية، نعم، وخاصة الشعب المصري بكامل طوائفه وفئاته، اللهم إلا قلة يعني معروفة في بلادنا تحاربنا الآن، هي التي كانت تريد أن تضرب النظام السوري لا لشيء،
إلا لأنها فئة أو جماعة مكونة من مجموعة أشخاص لها فروع في جميع أنحاء العالم. هذه الفروع هي التي تحمي الحرب الآن لصالح من؟ الصهيونية العالمية. الصهيونية العالمية تتحرك في بعض البلدان العربية لتجعل من هذه الضربة. لكن الحمد لله أن الشعوب العربية وأي شعب بلا استثناء يرفض أن يعتدى على إقليم من أقاليم الأمة العربية. ولكن هل يمكن أن تشكل الشعوب العربية هل يمكن أن تشكل الشعوب العربية أداة ضغط فاعلة للحيلولة دون توجيه أي عدوان أمريكي على سوريا كما حدث في العراق؟ يعني في مصر الآن، وأنا أتحدث عن مصر بالذات، استطاع الشعب أن يجعل الحكومة تطالب فقط ترفض العمل العسكري، وفي ذات اللحظة تطلب العمل السياسي. وكثيرا من البلدان العربية ما تفعل ذلك. وأنا أرى رغم وجهات النظر المختلفة ما في شعب عربي على الإطلاق يقبل أن تضرب سوريا، لأن ضرب سوريا معناه ضرب الأمة الإسلامية والعربية كلها لا تصدق أننا ستتوقف المسألة عند سوريا. المسألة لن تتوقف عند سوريا. يعني بص التاريخ على مدار الأعوام السابقة، أمريكا تريد عدو، نعم، لكي تعيش